على 6:30 تقريبا. بالظبط 6:30 بالظبط. على 6:30 بالظبط كل هون كل صواريخ. صواريخ اوكي صواريخ. وصورت بعد ما صورت اوتوماتيك خشينا جوا من هني من المنطقه هني خشينا جوا صرنا نقول هني في المسبا لو سمحتوا خلصت المسبا على الدار يعني انه روحوا روحوا 46 45 سمعنا طخ جامد طخ طخ يعني مش صواريخ طخ طخ جامد حسبنا ان الجيش طخ للاسف بعدين فهمنا ان اليسار يعني بالاول انتم فكرتوا انه جيش الدفاع الاسرائيلي جنود جيش الدفاع الاسرائيلي هن عم بطخوا بالضبط بس بالاحرى كان ارهابيين من حماس بالضبط يا الله بالضبط وانت بالضبط فهمتوا هذا الشيء على فكره من بعدين تقريبا الساعه 7 ودقيقتين جاني واحد قبل السبعة خمس دقائق قبل السبعة صورت فيديو مع صاحبي من البوليس وقلت له إذا بنموت لفخد شيء لن تعود إذا بنموت لفخد شيء لن تعود Here Here everything happened On this land The terrorist organization Hamas invaded Israel. And here, exactly here, they massacred Israelis. They raped our women. They killed our men. They killed our women. They burned them alive. This land is full of blood, of innocent people, that their only wish was to come and dance and have fun. But on the other side, over there, in Gaza, they had a different plan for these people here, for the Israelis. And in the midst of all the chaos, there were a lot of heroes. Israeli heroes, Arabs and Jews. One of those heroes is police officer Remo Al-Huzail, an Arab Muslim, Israeli, from the city of Rahat. حبيبي كان في نوع من الخوف كان احكي لي شوي عنه يعني احنا بالاخر بنقول يعني احنا بني ادمين صح بس انا شرطي شرطي والشرطي ايش لازم يسوي دافع مش ايش بيصير يدافع على كل شخص هنا في اسرائيل بدون ما يفكر مرتين ممكن اسالك سؤال شوي اكثر شخص حتى تفضل طب ما انت شرطي عربي بقول لك ليش تدافع عن اليهود او عن العرب اللي موجودين وما انت عربي اهرب فل احنا كلنا في اسرائيل دوله واحده دولتنا ما لنا دوله غيرها كبرنا هني لعبنا مع اصحابنا اليهود كنا ايد واحده حتى في المدارس كل شيء مع بعض بنسوي ما في انت عربي انت يهودي ما في الشكل هذا ما في كلنا ايد واحده كلنا ايد واحده وانا كمان نتعلم في مدرسه يهود ما عمره في حياه قالوا لي انت عربي لا تعلم معنا ولا شيء ما كان الكلام هذا خلاص يعني انت من ناحيتك وظيفتك كشرطي الدفاع على كل مواطن على كل ان كان يهودي ان كان عربي مش مهم من اي شكل وهذا كنت تفكر فيه بالضبط 7 دقيقتين جانا بجري واحد من المنطقه هذه يعني هون بالضبط هون؟ بيجري علينا وبيقولنا في البران بيقول علينا يروى الخبير شلي والأخ شلي ماني مذكر بالضبط على طول شيات ودعاء في الكوتسات تبعت العين بيت الصبح انت بتحكي انه يعني اذا اجى واحد ل يعني راكد له راكد علينا بيجري علينا وبزاق بزاق طول حسين طخو صاحبي طخو صاحبي او اخوي الشارع على طول انا شيات ودعاء في العين بيت قلت انه
في مطخوخ كده وكده على الشارع دير بالكم. يعني هون هون بلشت تفهم انه في شيء زياده, ان في زياده ان خشوا, بس ما بعد مش فاهمين شو ال 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 كبر ال بالضبط ايش كبر بالضبط الاروع بالضبط. الحين هني هذا كل هوا, هذا كان الحمامات الصفر. هون كانوا الحمامات اللي طخوا عليهم واحد واحد واللي كانوا جوا متخبيين بالضبط. ما عندش يطخ So we are standing exactly where the field command center was for that party, where police officers actually from here keep everything secure. That's the mission. هسه انت سمعت اللي صار, اجيت لهون. نعم. ومن هاي النقطة شو صار؟ من هذه النقطة من غاد بالضبط من لون الشارع موج يمكن فوق ال 15 20 واحد من المفاليم اللي كانوا بيجروا علينا وبيزاقوا تلحسهم مخبلين مخبلين يوريم لنا ايش بتسوا بكشه عم بصيحوا وبيجوا الحين في النقطه هيدي بالضبط جاوا علينا من غاد وجاوا علينا كمان من غاد موش 15 اسرائيلي تقريبا فوق ال 15 20 بيزاقوا تلحسهم مخبلين مخبلين يوريم علينا ايش بتسوا كشه. فالنقطه هيدي بالضبط طلعت الفرد شكشكت الفرد جريت جروا وراي 10 12 من الشرطه اللي كانوا معي 10 12. ليش عم بتأشر على هاي المنطقه؟ شو صار هون؟ سيارتي هون سيارتك؟ سيارتي مكلاني ار بي جي سيارتك الشخصيه؟ نيسان التيما كانت بالضبط هين بالضبط. وحماس خبطوا ار بي جي عليها؟ ار بي جي من قدام. يا الله. بس انت هذا كله عم تركض وبهذا الوقت وين انت سمعت انه في واحد مصاب بجروح هني جو علينا هني جا لي عليه واحد هني هون وقال لي في واحد سواق شيء سياره حمراء حد سياره حمراء اوكي ركضت جريت 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 وانا بفكر على الجل اليمين سياره حمراء بفكر في السياره هذا مشو بكني ميدا قدول يعني مش نورمال. فكرت في السؤال اللي كانت الارض وان بتسوى كشي هذا مش يري تبع نشكال هاي النقطة؟ هذه النقطة بالضبط كانت السيارة هني بالضبط وان بتسوى كشي. شو سويت؟ شو شفتها؟ عملت اشي ولا كان في حاجة؟ كان علي كان عليها ازراخا اللي سوى لي كفر خصيمات وركيم لما جاء الباراميديك قدمت شوي قدام لما قدام نت في قدام قلنا ار بي جي فوق روسنا بالضبط واو فوق روسنا هنا قلت احنا موجودين في فيلم ثاني سيدر جودل اخير لقامري اخير لقامري قلت إذا بموت خلي عارف حطيت على الرمكل حطيت في الكيس بلش الطبخ خليت التليفون مفتوح على الرمكل وأبوك سامع كل إشي؟ I'm not sure if any of us will ever understand either Remo or Remo's father but to leave his phone open while he is fighting the terrorists Hamas terrorists, and at the same time, his father is listening to everything is happening. This is unreal, unreal. طب أبوك سمع كل إشي. ساعة ثمانية. شو بصير؟ شو عم بصير؟ شو كيف كملت؟ كيف كملت؟ من هني كملنا لآخر السيارات اللي كفر جيات كانت كمية هني كل خصوم. كل خصوم سيارات كفر الجيات جاي لعندني كله كان خصوم ايش السبب اللي انه كان حصوم رجعوا كانوا المحبلين غاد فكانت سومت رعيم كانوا في غاد الحماس وقت
مفتخين كغاد كثير. واللي جاء علينا خرفنا ان في غاد محاربين محاربين اللي طخوا في غاد ميتين كثير. وهذا السبب ان هم رجعوا وجروا لهني. اسا اوكي يعني لفوا سياراتهم كل هذا كل منطقه. وليش السبب اللي صار في ازدحام يعني انه ما قدروش يكملوا من غاد كمان مسكرين فاجوا كمان حماس من غاد. سو جست تو كليريفاي and I want everyone to understand what exactly happened on road 232. Okay, so Gaza is over there. Okay, a lot of the Israelis start running and taking their cars and going towards this direction, but Hamas blocked the junction. Okay, so therefore they U-turn and they tried to run to this side, but Hamas blocked the other junction. So we have Hamas from there, you have Hamas from there, and you have Hamas from there. And because of that, all the cars were on road 232. Okay? That's the situation. And that's why you cannot go to any side and fight happened here. كل اللي بيجري عليه بطخوهم كل من بد ايده لفوق بحملوهم ومن حماس ماشيين جايين خشين جوا كده. وانا شايف كل هذا من 40 متر 50 متر وانا هني. هم حسبوا ان اللي كانوا هني يمكن عند الشجرات حسبوا ان طخوني لما نقزت على الارض. هم حسبوا ان طبوا فين بشروني وكملوا جوا اللي كانوا هني رجلي. وانت شفت بعيونك اللي رفع ايديه اخذوه حطوه في التندر. اللي جاي اللي يحاول يشرد طخوه ومنهم من تبع حماس خش جوا يبلشوا للحفله. يعني انت لما وصلت للنقطه هذيك اللي وين الشجر كان في غاد 15 مواطن اذا مش اكثر كل المنطقه هي اذا مش اكثر. وانت كنت الشرطي الوحيد اللي معين فكرت فيه. انا عرفت ان انا خلص لحالي. وكانوا بتوعين يعني كانوا مصابين وكانوا كانوا بتوعين. الحين زخلتي لفوق شوي عشان اشوف ايش بيصير غاد. مو صار تخشين غاد. زخلتي الحين واحد من الزرخيم اللي كانوا معي مسكني في رجلي صيح وبيقول لي بيقول لي في البرام بيقول لي بكشا علت عليه تتموت نحن تسرخي موتخه. بقول لك كذي ايش انت زخلت عشان اشوف ايش بيصير غاد. والمواطن اللي مسكك من اجرك مسكني من رجلي ما كان ودني اموت. ايش خايفين عليك يعني يقول لك تطلع عشان تاكل الهواء رصاصه؟ بقول له اني اخذ صرخي مدخل هيك. قال لك لا والله شو سوي؟ على طول تفس بيكود. قلت لهم تعالوا معي ونزلنا تحت. وأول شيء دورت سيارة مش مهم، المهم بدي ألقى سيارة. ربنا من فوق خليني سنجوك صمرة فاتحة باب فاتح. نقصت جوا سويتش فاتح دلك البنزين كان فل. قلت لهم أنقز جوا خلي سيارة شايف اللي قدر يخش جوا خش جوا اللي ما قدر. انت يعني طلعت معك على السياره ناس يعني واخذت معك تشتغل تاخذ معك قديش ما بقدر اخذ جوا قد اخذت. ساري خليتي تفارق ساري نقول خليتي سرقيتها. ايفو فيديو كان ايش تراكتور عرفتي مخبسين ايفو لفت ايفو لفت اللي كيمول لكيمول لكيمول خوامات لو ايش لهم از لكيمول خوامات. ساري الساعه 11 وصلت انا للحمامات بدي اشوف ايش فيه ايش بيصير غاد. لفت من قدام وكان يغاد كان واحد شرطي وراء البتوناده مد علي الفرد. الحين عرفت ان الشرطي لي الحماس ما معهم فروض صغار ما معهم بوريد. شفت ان هذا واحد من الشرطي تبعي انا مبخنتي كوخ
مبخناتي كوخ اكيد من يشرح شو بقعد قعد تصفت لي انا ما على فكره بس عشان افهم كم مره عملت روحه رجعه ثلاث ساعات ما بعرف قديش بس لقيت غادي فوق فوق ال 200 سجل ثلاث ساعات كنت يعني نيسان جوك اخذتها من غاد صح بالضبط ورحت لكيفون الحمامات الحمامات بالضبط حد الحمامات في الجل شويه هني في زي اللي كان رت تبع البيوف تبعهم تبع تبع كيبوت سرين اوكي فانت كنت تاخذ السياره تروح تنزل ترجع تروح بالضبط ترجع يعني مش بس هني كل المنطقه هذه كانت مليانه كان بيطلعوا علي وكنت بخش انا جوا كمان اطلعهم وتطلعهم You're hearing the story but I'm here and this land is full of innocent people's blood but without Tremo without his heroism without the fact that he had the courage to do what he did this land would have more blood this police officer saved hundreds of people's life this is the partnership that I'm screaming all the time the partnership between Arabs and Jews here in Israel understand that we're all equal we're all together قبل ما نبلش التصوير سألتك سؤال وجوابك كان كتير مثير سألتك كم إرهابي نزلت شو جاوبتني مش مهم كم من واحد نزلت مهم كم من صاحب من الشرطة فقدت وهم كمان ان كم من الناس انقض المواطنين What I heard today will stay with me forever. But you know what will stay with me forever as well? The heroism of the Israeli police officers. The partnership of the Israeli police officers. Doesn't matter if you're an Arab, doesn't matter if you're a Jew. Their mission is to save every life of every Israeli. And that's what I saw today and I heard today. And I'm proud of that. I'm proud to be a citizen of this country. And I'm proud that I have heroes like Remo that saved countless lives. And for me, this is the evidence that this country is strong, that our society is strong. And if we are united, and we are united, no one, but no one can beat us. We will destroy Hamas. Inshallah, we will see all the kidnapped ones back in their homes. And we will dance again, here, exactly here. Emo, any final words? And as a police officer, we will continue to defend all citizens in Israel, no matter what. And be proud of yourself. Be proud. Ezi Yofi. Thank you.